يلا هلا افتح يا رابع كتابك صفحة 40، بدك تشتغل معاي هلا. حاكي لي هون استخدم المسطرة لرسم القطع المستقيمة حسب طول المبين في كل ما يلي. يعني انت شو بدك تعمل هلا يا رابع؟ بدك تجيب مسطرتك. حكالي بده اياني ارسم قطعة مستقيمة، يعني خط مستقيم طوله كم؟ 4 سنتيمتر. طيب طلع عندي هلا على المسطرة. المسطرة هون اذا بتلاحظوا عندي هون، شو عندي هذه الكلمة سي ام؟ معناته من هون هدول رح يمثلوا عندي السنتيمتر. طب نقلبها زي هيك، شو عندي الرقم هون او شو الحروف اللي عندي هون؟ ام ام اللي هي مين؟ المليمتر. معناته هاي الارقام بتمثل مين؟ بتمثل المليمتر. فانا حسب السؤال بستخدم يا المليمتر يا سنتيمتر. خلينا نشوف 4 سنتيمتر. باجي هون، طبعا دير بالك يا رابع، انا في عندي دائما في مسطرتكم رح تلاقوا في مساحه صغيره بين الشحطه الاولى اللي هي عند السي ام وطرف المسطره. طبعا هذا الطرف اللي هو جزء هون ما بنستخدمه، بنبلش من عند مين؟ من عند الشحطه الاولى اللي جايه مع السي ام، هي اللي بتمثل لي صفر، يعني ببلش من عندها ما ببلش من طرف المسطره. دير بالك يا رابع. طيب خلينا هلا نرسمها مع بعض. هاي من صفر، هاي الصفر عند الشحطه الاولى، لا شايفين لعند الاربعه، بوقف عند شحطة مين؟ الأربعة. هاي مثلنا قطعة مستقيمة اللي هو خط مستقيم طوله 4 سنتيمتر. طيب 7 سنتيمتر يلا نرسمها مع بعض. من الصفر اللي هي الشحطة الأولى لعند السبعة، هاي السبعة، هاي مثلنا 7 سنتيمتر. طيب الثالثة شو بتحكي لي؟ 85 مليمتر. إذا شو بدي أعمل؟ بقلب المسطرة، باجي عند المليمتر، بمشي من الصفر للعشرة، 20 30 40 50، هاي الثمانين. طيب الخمسة من وين بدي اجيبها؟ هاي 85 بجيبها من الشحطات، بعد خمس شحطات وبتكون من عندها بوقف الخط. اذا خلينا هلا نرجع نبلش من عند الصفر تبع المليمتر اللي هي الشحطة الاولى وبرسم. طيب على السريع معطيني هون استخدم المسطرة اللي اجاته للقطعة المستقيمة، هو راسم لي هلا هون قطعة مستقيمة وبده ياني اقيسها. باجي زي ما اتفقنا يا رابع، منيجي هون سنتيمتر معناته باجي على السي ام، دير بالك تخربط. طيب باجي بحط الشحطة، مش بداية المسطرة مع الطرف تبع الخط، الشحطة الأولى تبعت السي ام عند الطرف الأولاني تبع الخط، وبحط المسطرة بشكل مستقيم أو بشكل يطابق الخط، وبوصل لوين؟ عندي هون وصلت للتسعة، معناته ايش بنكتب هون يا رابع؟ تسعة. طيب هون طالب مني بايش؟ بالمليمتر، معناته استخدم ايش اللي هي قياسات المليمتر، وعادي واذا الخط مايل من ميل معه. هاي من الصفر للستين، اذا كم؟ 60 مليمتر. طبعا بالنسبه لتحدي 3 هو ما راح اطلبه منكم لانه شوي بده، يعني بده شوي، كتير خطوات، مش شوية كتير خطوات. فاللي حابب عنده فضول كيف بنحل بداية الدوام، لما نداوم إن شاء الله بتيجي بتسألني عنه وبنحله مع بعض، بس هو فعليا مش مطلوب منكم، ما رح يكون مطلوب منكم.